مواضيعنا جدا مهمة لليوم، ورح ينضم لإلي عبر زوم دكتور رائد محسن، اختصاصي في التوجيه العائلي والزوجي. موضوع كتير مهم رجع يعني نطرق أبوابه، وهو قصة المساعدة المنزلية، شو مفروض يكون دوره تجاه البيت أو تجاه الأولاد. دكتور محسن صرت معنا على الهواء، أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. موضوع رجع لهيك الواجهة مثل ما بيقولوا، المساعدة المنزلية. بس بالبداية يمكن صوتك مش واصل لعندي، بدنا نكبس شي عندك على زوم. اوكي، اعطينا اوف لشوف، عمل لي تيست اوف. لا في صوت، في صوت. في صوت. دكتور محسن عم قول يعني المساعدة المنزلية رجعت، رجعنا نشوفها بالبيوت من بعد يمكن ما البيت فضي وصارت الأم راس براس مع هالولاد وصار هيدا الكيوس كله، وهلأ رجعت المساعدة. الأم يمكن ما صدقت أنه رجعت لعندها، شو دورها الأساسي لازم يكون تجاه الأطفال؟ هو عدد من البيوت تخلوا عن المساعدة المنزلية بسبب الأزمة الاقتصادية، لكن عدد لا بأس به بعد عندهم المساعدة، نوع من المساعدة. وهذه نقطة مهمة بالنسبة ل شو دورها، لما شو مواصفاتها. نحن لما نقدم على وظيفة بيكونوا طالبين بعض الخبرة المعينة، وبيقولوا مواصفات هذه الوظيفة أن تقوم بالدور التالي، مؤهلات مقدمة الطلب أو مقدم الطلب يجب أن تكون كذا كذا. طيب نحن لما نروح على مكتب لنوظف هالموظفة المساعدة المنزلية، عم نطلب حدا لشو؟ تساعدنا بماذا؟ بتنظيف، بالتمسيح، بالغسيل، فيما بعد ربما بالطبخ. هل عم نزيد على مواصفاتها تربية الأطفال أو الأولاد أو الاعتناء بأولادنا؟ يعني خاصة هي جاية من باك جراوند يمكن كلهم هم مش شايفتهم بحياتها، يعني لا شايفة بيت، لا شايفة نوع خضار معين، ولا حتى يمكن شايفة اولاد، لان اغلبيتهم يبقوا صغار بالسن. خلينا نحكي فوق 18 19 ولا 20، شايفين اولاد، وفي منهم جايين من بيوت حسب ما بنشوف صور بيوتهم والاراضي اللي عندهم شيء حلو. في اوكي شيء بيوتهم كثير حلوه وامبرسيف، يعني الواحد بيندهش للحياه اللي عايشينها. وفي البعض بيجي من صحيح مناطق يمكن شوي فيها بيوت او من نواحي فيها فقر اكثر من غيرها. لا هن بيجوا وبيضحكوا علينا. اوكي. الكهرباء، بيضحكوا علينا بالمي، بيضحكوا علينا بالازمه اللي نحن عايشين فيها. معظمهم واصل لبيوتهم مي وما بيعبوا بالصهاريج، ما بيعبوا مي بالصهاريج. ايه معظمهم اكثرهم. نعم. ما بيروح على العين وبتمشى على النهر، عندهم مياه ببيوتهم اكثر من الجمهوريه اللبنانيه. إيه. وما في عندهم هلا غير موضوعنا بفعل سؤالك سوري. وعندهم كهرباء بقراهم وصلت لهم، ونحن على عاصمتنا مش واصل الكهرباء. نرجع لحديثنا. يلا. فاذا بدي اقوله انه نحن ما عم نطلب مواصفات مربي، يعني لما نقول ناني، ناني يعني مربي، يعني انه في حدا عامل اختصاص دخله بالاطفال. او عامل دوره دخلها بالاطفال، هيدي مربي وهيدي بكون مدخوله اكثر من مدخول المساعده المنزليه. اكيد. فاذا خلينا نقول كلنا ما بعرف اي نسبه، اذا 99% فاصل 99% عندنا خادمات، خادمات، الخادمه هي من يخدم، ما فيها اهانه اذا قلنا خادمه. حتى كلمة صانعة ما فيها إهانة، لكن صانعة غلط، لأنه صانعة هي من تصنع، الصانعة. لذلك بنقول ما نستعمل كلمة صانعة مش لأنها مهينة، لأنه ليست صانعة، هي خادمة. مثل ما الوزير هو خادم، مفروض يكون الوزير خادم والنائب خادم، هي المساعدة المنزلية هي خادمة طبعا. موظف. طيب هلأ نجي نحن لحديثنا عن الأطفال. طيب شو مؤهلاتها تتعتني بأطفالنا؟ بتمسح الباب اوكي، هل خروج البيبي الكاكا تبع اطفالنا يندرج تحت تمسيح وتنظيف المنزل؟ هل الاكت، هل فعل الحميم اللي هو
السلوك الحميم مع اطفالنا. يعني هيدي اتس انتمت اكت. لما اجي انا حفظ ابني او بنتي تحفيظ تغيير الحفاظ، هيدي انتمت اكت، وفي دراسات تشير كونكشن كثير عظيمه. عندما الاب ينخرط بهذا العمل تبع تغيير الحفاظ لابنه او بنته، تزداد البوند، بتصير سترونجر، بتصير الرابطه بتشتد بين الاب وابنه او الاب وبنته. هلا مره قلت هيك واحدى الصبايا باحد الصفوف الجامعيه قلت لي انا وبي علاقتنا كثير منيحه ولا مره غير لي. اوكي مش عم نقول لا، بس عم نقول انه اطفال بيعرفوا انه هيدي مساله حميمه وخاصه. بقى عفوا بقى لذلك ما بدي انا حدا يدقر الاماكن الخاصه جينيتلز، الاعضاء التناسليه، اعضاء التناسليه تبع ابني او بنتي غير انا وزوجتي، الا بعد ما يصير في العلاقه هيك بترس هالثقه بالمساعده المنزليه. ربما اوقات لما نكون مشغولين وما قادرين او نحن مش ببيت هي تقوم بهذا العمل، لكن هيدا العمل منوط بالام والاب. اوكي، فمنه انه هيدا وسخ ومدري شو. ونفس الشيء بالحمام، الحمام لما استحمام، الاستحمام هو bathing the baby، استحمام هو جزء من التفاعل بين الاهل وابنهم، بين الاهل وبنتهم، لا بل هو وقت اللعب اذا في مي. صح. فاذا انتراكشن، يعني نحن بنفرجي من نعكس حبنا لاولادنا، بنفرجي باكسبرس، بنعبر عن حبنا لاطفالنا مش بس بالقبولات والغمرات والعبطات لكن كمان بالتفاعل، والتفاعل بالنسبة للأطفال هو اللعب. بس هون بدي استرسل بسؤال كتير بسيط عن تجربة، بحس الأولاد دايما وقتها بتكون عم بتحممهم بخبروك كتير اشياء. صحيح. يعني هو يعني كمان هذا مزبوط، لانه نحن عفوا لما يعني that's why لذلك لما نقول بدنا ناخذ اطفال عمره 6 سنين 7 سنين عند معالجه نفسيه، بنقول ما بدهم معالجه نفسيه، بدهم بلاي ثيرابي، بدهم معالجه نفسيه باللعب. بقى في العاب بتقول لانه هيك بتطلع منهم لما يعبروا عن مشاعرهم، صار شيء بالمدرسه مع البيت مع الاهل، اذا في مشاكل مع الاهل او لا من خلال اللعب. بقى هذا اللي قلتيه صحيح، انه هن وعم بيتحمموا بصيروا يحكوا، بصيروا يلعبوا، بصير عندهم العاب. يمكن اوقات شو ما جبتينه العاب احلى شيء لهم اناني البلاستيك الفاضي، الشامبو الفاضي، هيدي احلى العابهم لو شو ما حطيتيهم. كيف بصير مثلا ممكن بشيء وعاء فارغ يضرب شيء ثاني، مين عم تضرب؟ بسمي لك حدا، بس عم يضرب حدا بقوه، معناتها انه هون الاهل فيه يستخلصوا انه ليه سمى هيدا باسم زميله بالمدرسه مثلا او بالجاردري بالحضانه. ما نستسلم كثير بالموضوع، بس عم نحكي كيف من خلال اللعب بالماء، خلال الاستحمام، فيك تطلع منهم شيء، وفيك تطلع منهم اكيد اكثر اشياء بتضحك. طبعا. وبيجي البابا اذا ما هو كان عم بيقوم بدور الحمام، على قليل بمنشفه، يعني انت قيم البيبي يساعد. يعني اذا الام هي اكيد. دكتور كمان معلي، لو اخذت هيك لان عم نحكي عن الحمام، الاب لاي عمر معقول يضل عم بيساعد بالحمام؟ او الام يعني، بس الاب تحديدا. الاثنين مفروض. ايه؟ مفروض اولادنا بعمر السبع سنين يصيروا لوحدهم يقوموا بعمليه الاستحمام. اوكي. هلا ممكن شعرهم طويل ان كانوا صبيان او بنات، لانه بدنا نتاكد انه ما بقى في صابون بالشعر. أوكي. ممكن الاهل مرسوا. هلا مش غلط لثمانيه، بس انه بنقول عاده الاختصاصيين الاطفال بيقولوا انه عمر السبع سنين يصير في عندهم استقلاليه للقيام بهذا العمل. فاذا على الاب، اذا كانت الام، طب اذا كانت الام تقوم بهذا الدور اوقات يلا خديه حمامين للخادمة. طب انا بس بعرفت بعد انت ضد مين ومع مين، انت لحديت هلا انت ضد مين ومع مين؟ يعني انت ضد انه الخادمه تقوم بهذه الاعمال حفاظا على دورها اللي نحن جبناه، او خوفا على الاولاد؟ لا، على دورها اللي جبناه من اجله. اوكي. بلس هلا ما بعد في الاصل، بس خلينا نخلص الفكره عن الاب، انه ايه؟ عليك ان تتصل بزوجتك ان تؤخر عمليه الاستحمام اذا كنت متاخر بالشغل، اذا هي قبلك وعم بتحمم، لحتى يكون عندك هالبلجر هالسعاده هيدي انك تقيم ابنك او بنتك بالمنشفه، تكون لك دور بهالموضوع هيدا. اوقات انت تحمم، واذا مش الماما او البابا بتحمموا بتكون تيتا عمته او خالته اذا كانوا موجودين، والا ساعتها بكون دور المساعد المنزليه. لما نحكي نحن عن عمليه التحفيظ، تغيير الغيار لابننا او بنتنا او الحمام، عم بحكي كنت انا عن الاعضاء التناسليه، ما بعرف شو في بتاريخها، شو في طفولتها، شو في مراهقتها، حتى لو كانت من قريتي من ضيعتي
مش بس من بلدي، ما عم نحكي انه هي جاي من بلد اخر وما بعرف كيف فني بيتعاطوا مع الاطفال، لا انا عم بقول من الحي ذاته اللي انت ساكن فيه، يمكن من قريتك انت، نحن عنا بقرانا في هلا خفت بالفتره ما بعد الثمانينات، لكن قبل الثمانينات كان كلهم لبنانيات ويشتغلوا بالبيوت، وهلا صار في عدد رجع يشتغل بالبيوت اللي هي وظيفه كثير محترمه، بفرغ طبعا بتطلع مصاري على الساعه، يعني على الساعه هالقد اذا بدها تساعد بالبيت بقى مش غلط. كمان هي ان كانت لبنانيه او اذا انا بالشام، ان كانت شاميه، بحلب ان كانت حلبيه، بعمان ان كانت من عمان، ما انا ما بعرف شو خلفيتها وشو صار معها بطفولتها، وقد تمارس على ابني او بنتي ما مورس معها بطفولتها وعمرها. صح يعني لما نجي نحكي عن الابيوس، سكشوال ابيوس او الاستغلال الجنسي للاطفال، التحرش الجنسي بالاطفال لا يقتصر على ذكر او انثى، وما بنعرف بكل واحد بخلفيته الذهنيه وماضيه ونفسيته شو فيه، يعني لازم دائما نكون متنبهين، ولو كان هالطفل بيبي بعده بالكوش ما بيعرف يحكي، مش نقول لا بيقشع ولا بيفهم ولا بيعرف، او صغير ما معقول يلفت له نظره لهالمتحرج او المتعد. هي هيك بتفكر اذا كانت معتديه على الاطفال او كانت تحرش بالاطفال، لانه هو ليس باستطاعته او استطاعتها ان تعبر. يتم استغلال الاطفال عاده يا بالتهديد يا اما بالرشوه. صحيح. بالاعطائهم اشياء امتيازات ماما بتسمح ماما ما بتسمح فيها او بابا مثلا. فاذا هلا عم نقول انه ما في دور تربوي، في دور ميبي يمكن بيبي سيتنج حضانه، معناتها الاشراف عليهم هالفتره الساعه كان ماما وبابا اجوا على البيت، اذا كانت ماما تعمل خارج المنزل او البابا اوقات ما بيكون عنده شغل، معناتها زوجتك عم تشتغل، انت ما عندك شغل، انت المسؤول الاول هلا عن اولادك، ولا في حاله الاقتصاديه المتردي في كثير من النساء اللواتي يعملن وعدد لا باس به من الرجال لا يعمل ويجلس بالبيت، ومش غلط ما عم نهته بس انه قوم دورك مع اولادك. فاذا مين بده يوصل على البيت قبل؟ معناتها تكن وصل بابا او ماما في هالفتره بيجوا فيها اولاد من الحضانه او من المدرسه على الاولاد، فيها الساعه يمكن ربما قد تكون مع الخادمه بسوا اذا كانت تطبخ تسخن الاكل او تطبخ، مش غلط بس مش اكثر من هيك. يعني العلاقه ولا مره لازم تكون مباشره مع الولد مع الطفل ابدا من قبل الخادمه. لا ما بدوري ولا مره، بس عم نقول انه الحد من هذا التواصل الحد، لانه بيصير له 3 سنين واربع سنين بتصير يعني جزء من البيت ومن العائله، ما بدي كمان اروح كثير. بس برضه دكتور يعني برضه بعد 10 سنين بتسمع اخبار. تفضلي سوري. يعني من بعد 10 سنين خادمه بالبيت بتسمع هيك شيء، بتسمع هيك خبريه، بتبين يعني كمان لازم دائما يكون في عندنا شكوك لو هي عايشه معنا. تصور حيد العامل الانساني، ما بدي حيده على الاخر لانه بتصير جزء من العائله، لكن اوقات حدا من العائله بخون بقى هون. أيه. كمان نفس الشيء. أيه. الخادمه قد تخون الامانه واساءة الامانه من بعد ما تكون فتره، صار لها فتره طويله ما بتعرفي مين عم بيحكي معها، مين عم يلعب لها بعقلها براسها يغريها، بقى بتصير هالاشياء هيدي. بقى هون الواحد بده يكون محتاط انه اوكي هي جزء من العائله، بمعنى انه بنعملها كانسان من ناحيه طبعا. الاكل ومن ناحيه الراحه، من ناحيه الساعات اللي بتشتغل فيهم الى اخره، لكن بنفس الوقت انا الام وانا الاب. طيب لكن حكينا عن ليست ام بديله. اي طبعا. قد ايه في عندنا صبايا وشباب، سوري بس اترجم لي، في صبايا وشباب هلا كبار بعمر 20 بيقولوا انه انا لما اتذكر فلانه اللي كانت تشتغل عندنا كذا سنه بتذكرها كوحده من افراد العائله، هذا شيء كثير حلو، شيء كثير منيح، ما عم نكون ضد، بس عم علينا ان نحتاط، مثل لما ابني يروح ويلعب عند اصحابه بحب اعرف وقت راح عند اصحابه مين كان فيهم هنيك، مين لعب معهم، كان في الخال، كان في العم، كان في حدا لعب معهم لعب جسدي، يعني بقى نفس الشيء بالبيت بدي احتاط واعرف كيف. هلا لذلك بحطوا كتار هلا كاميرات مراقبه. اي طبعا. وكاميرات مراقبه عم تفضح اشياء كثيره، يعني في عم ينصدموا الاهل بما بعض الاهل يصدم بما يشاهدونه على الكاميرا الخفيه او المخفيه او الصغيره المبينه
للعامل المنزلي من ناحيه كيف، من ناحيه النظافه تبعها بعدم وجودهم، او من ناحيه معاملتها مع الاطفال. مع الاطفال، لكن حكينا الحمام، الاستحمام، حكينا عن تغيير الحفاض، وحكينا عن العلاقه الحميمه او اللعب بطريقه حميمه. شو رايك بهيدا التوبيخ؟ بعد ما تبلش تحس حالها هي منفتح لها كل هالمجال، بتصير هي هيدي المساعده المنزليه او الخادمه، هي تقوم بدور توبخ وتقاصص ويمكن تضرب شوي. لا، ضرب ما مفروض حدا يضرب، لا الماما ولا البابا ولا الخادم، ما مفروض حدا يضرب. هلا عم بيعطوها مسؤوليه انه تقاصص، لا ما بيجوز فيها تقول الام والاب انه ما تخليه، لابنا يعني ما تخليه ياكل قبل الساعه كذا مثلا، ما تخليه ياكل شوكولا، ما تخليه ياكل كذا، هيدا منه قصاص يعني، عم نطلب منها تنفذ شيء خلال عدم وجودنا بالبيت. بس ان تدليجيت انه نعطيها بعض المسؤوليه اللي المفروض الاهل يقوموا فيها، لا، نحن نمارس امومتنا وابوتنا لما نكون بالبيت. بس مش انه اذا عمل هيك بتقاصصيه كذا كذا. أي. حتى كلمه قصاص يعني هذه حسب الاهل اخذ الامتيازات عاده، في يقولوا انه ما تخليه يعرف وين مثلا لعبه الكترونيه ما، لانه ممنوع هلا يدقرها، معناتها هي اذا طلب منها ما مفروض انها تعطيها اللعبه الالكترونيه اللي بده اياها. اوكي، هالمعنى اوكي. نعم، لكن مهمة لازم ينطبق فقط داخل الاعمال المنزليه، واذا ربت المنزل سمحت لها تقوم بعمل لان هي مش موجوده. صحيح. اوكي. هي مؤقت يعني، لما تقوم بدور بيقوموا فيه الاهل بده يكون شيء كثير مؤقت وكثير سطحي. نعم. ما ملوم على انه معقول اعمل كذا كذا، يا اخي انت شو، مين موظف؟ انت موظف، حدا يساعدك بالبيت، بيجي عم تحسبها مثل كانه هي مسؤوليتها رئيسه مجلس اداره البيت، يعني كيف الحكي؟ وفي منهم حسب كيف بيتقدموا بصيروا هن يقولوا ناقصنا بالبيت. هلا هيدا بطلنا بدور الاطفال، عم نحكي عن مسؤوليتهم، ناقصنا بالبيت سكر، ناقصنا، هيدا شيء كثير منيح، معناتها انه قادره انه تستوعب المطبخ شو ناقصه او مواد غسيل شو ناقص، مش غلط، هيدا شيء كثير منيح، مش انه بس فتسليم مسؤوليات اخرى، لكن عم بحكي انا بصدد الاولاد انه بدنا نكون منتبهين للموضوع. دكتور رائد، هل يا ترى الام وقت بتعطي هالمهام الحميمه لهالخادمه اللي هلا نحن تعرفنا قد هي مهمه، لانه بدها هيك تشيل عنا المسؤوليه، او لانه ما عندها وقت، او لانه ما عم تقدر تعيش هالباوندينج او هالعلاقه مع هالطفل؟ شو السبب يلي بتقلها للخادمه انت قومي بهالواجبات؟ الاتخاصيه وعدم مسؤوليه. لما تقلها قومي حممي فلان او غيري له، يعني لابني مش فلان، يعني غيري. أيه. لبنتي حمميها، لا، في تساعديني، بدنا نحممها، معناتها تناوليني، تساعديني، تعطيني الاغراض، ايه، بس مش حمميها وانا قاعده بالبيت شو عم بعمل. اوقات الولد بيعطينا مؤشرات، بصير يبكي ويخبطها للخادمه وما بده، ونحن بنصير نعيط عليه يعني زياده، بلا ما نكون عم نفهم وعم بوصلنا رساله معينه. ايه، ممكن اكيد، انه ليه بده ماما؟ طبيعي يكون بده ماما. هلا طبعا اوقات مع الماما بصير يخبط وما بده يتحمل، بدنا نميز بين انه مع مين ما كان مخبط، اوقات بكون عندها نوع من اللياقه والكلاميه الخادمه انه تقدر تقنعه بالاستحمام اكثر من امه، يكون لها جلد وصبر اكثر يمكن. هون بدها ساعتها الام تتعلم كيف تتعاطى مع ابنها، يبطل يخبط ويلبط ويستحم. فلكن اما الام قاعده عم تفرج على التي في او على بروجرام او ارجيلي او غير ارجيلي، وهي عم تقوم بدور المفروض هالدور يكون منوط بالام، هون في اسمح لنا فيها الام في غلط، يعني في مسائل، في وجهتين نظر انه ممكن يكون هيك، ايه وممكن يكون هيك. هيدي مسألة ستريت فورورد، هيدي مسألة جاي مباشرة جلس، هذه الأعمال تقوم فيها الأم أو يقوم فيها الأب. اوكي. إلا بحالة إنه أنا ما قادرة أبدا أقوم بالبيفنج، باستحمام، بعملية حمام ابني أو بنتي، في سبب ما بعرف شو هي بتحمم، وإلا عم تتخلي يا ماما، عم تتخلى يا بابا عن مسؤوليتك كأب. اوكي. وقد في آباء بحمموا، عدد لا بأس به من الآباء بيقوموا بالدور هيدا. بدنا نرجع نقول مش عيب، هذا دور الأهل، منه دور الأم، هذا دور الأهل، قد يقوم فيه الأب، قد تقوم فيه الأم. أوكي، مش انتقاص من رجوليته، ما في، وين انتقاص من رجوليته؟ ما في انتقاص من رجوليته، هذا دور الأب، حتى انتقاص من
من انه فتى، يعني اذا حممت ما في انتقاص من رجوليته اذا كان عم بحمم ابنه او بنته. هذا مش ما قلنا قبل تفاعل ولعب وحب لما نعمل هالشيء هذا. هلا في قد تكون راسخه براسه بعقليه ما بدي اقول قديمه وتقليديه، لانه من قال انه الاباء ما كانوا يحمموا بالماضي، لكن عقليه هذه ستريت فورورد رجعيه، عقليه مباشره رجعيه، انه اذا انا حممت ابني او بنتي معناتها عنده عقد برجوليته، مش تنتقص من رجوليته. اذا حس بانتقاص من رجوليته معناتها هو معقد برجوليته، في عنده مشكله. هو اصلا عنده عقدة نقص برجوليته. نعم دكتور، كنت عم بتقول انه انت يا ام وانت يا اب هيدي مسؤوليتك، اذا حسوها شوي انه انت عم تعطيهم مثل فرض او هيك نظريه، شو بدك تقول لهم انه هالولد اذا انت ما عملت مسؤوليتك تجاه ابنك شو معقول يبين لك بالمستقبل من مشاكل نفسيه او تربويه بهيدا الطفل يلي اهملناه بهالفتره القصيره يلي بتقطع بلمح البصر؟ خلينا نقول ان لم يكن هناك اي تحرش استغلال جنسي. نعم. ممكن يكون في هالوقت النوعي الكواليتي تايم اللي بتذكروه بيذكروه الاولاد فيما بعد. هلا حلو، الواحد ممكن يقول بس قبل الست سنين سبع سنين ما بتذكروا كثير، مزبوط صحيح، لكن هلا في صور، قبل كان في صور، هلا في صور اكثر. واوقات اولادنا هلا اذا بنسالهم بيقولوا ايه كنت اتذكر لما، يعني مره او مرتين بتذكروا بعمر ثلاث سنين اربع سنين كان ما بتذكروا بشيء. فاذا لما انا لما كان عمري اربع سنين بتذكر بس شغلتين كذا وكذا، طب كثير حلو يعني مقارنه مع حدا ما بتذكر شيء ابدا. بعدين انه بستغرب إيه انه هلا حيحس ابني رح يتذكر، انه ما هو بساعتها عم تعطيه عاطفه، وانت كاب وكام عم تعطوا عم تاخذوا عاطفه. اولادنا بيعطونا عاطفه، بيشحنوا بطاريتنا بطريقة المحبة، بطريقة المحبة تشحن وتشحذ من أطفالنا دون أن ندري. صحيح. فبقى عم بت في you are missing، يعني عم بت تخسر عم تخسر جزء من لذة الأبوة والأمومة إذا أنت عم تحمم أطفالك. يعني قديش لازم واحد يكون عنده وعي قبل ما يخطط لإنجاب هالولد، يعرف عن جد قديش هو ناطره إشياء حلوة مقبيلة، بده وقت، لازم يعطي وقت لهالولد ليربى جسديا ونفسيا وعقليا. دكتور انا عن جد بدي اشكرك على هاللقاء وهالافاده يلي اعطيتنا اياها. دكتور رائد محسن اختصاصي في التوجيه العائلي والزوجي، شكرا لك بيوم جديد. مشاهدينا بعد عنا فقرات لا يومنا الجديد، انتظرونا من بعد هالوقفه. We'll be right back.